مستحيل اسمح لهم يبعدوك يعني. مستعد هد الجبال اللي بيناتنا بس ما نفترق. ما بسمح. ريان؟ مو ريان يا حفيدي. أنا وريان طلقنا وبس، بس حبي إلها موجود بقلبي وما حدا بيقدر إنه يشيله أبداً. أنا بس بدي شوية وقت لوصل الحقيقة اللي عم لحقها. معناتها كل الطرق بتوصل لعندك، مو هيك يا ريان؟ طب شو رح تساوي هلأ يا عزيزي؟ رح تضحي بميران لتكملي بهذا الطريق؟ أو معقول تضحي بحدا من أحفادك أو... بريان؟ لأنه ما في إلك مستقبل مع ميران يا بنتي. جنون؟ هاد أنت؟ وينه ميران؟ ليش سألتي عنه؟ لساته عم يلاحقها مو هيك؟ ميران طلقها لريان بس هو لساته عم يركض وراها. ما بعرف. ما في داعي تكذب علي فرات، بعرف بشو عم تفكر. أنا قررت أحكي مع ميران، يعني بالنسبة إلي إذا كان في شوية أمل ممكن إنه يجمعنا أنا وميران فرح ساوي المستحيل لحقق هالشي. جنول لو سمحتي فهمية بقى، ميران مستحيل يقدر إنه يحب واحدة تانية بحياته. وأنا ما بقدر حب يا فرات. تمام، من لما فتحتي عيونك شفتي ميران، بس شو رأيك لو تفكري بحياة تانية أو إنك تفتحي دفتر جديد؟ أنا بترجاكي مشي بطريق تاني. أنتي مانك بحاجة لأي حدا يا جنول ولا لميران. فرات تعرف أني بعتبرك مثل أخي وكلامك مهم بالنسبة إلي، بس احتفظ برأيك لحالك، أنا بقرر شو بدي أعمل. أهلين وسهلين ببيتك حفيدتي. صدقيني هيك أفضل، لما تكوني ببيتي وتحت سقفي بحس بالسعادة. مو بيتك يا عزيزي أصلاً، هاد بيت أبي. أنا رجعت على بيت أبي. إذا هيك عم تقولي لساتني لهلأ ما بهمك مو هيك؟ وعم تقولي هالبنت ما بتنفع بشي. تعتقدي إني رح أتجاهل اللي ساويتيه؟ بس ما رح أتجاهله. ما نسيت هداك الكفن ولا نسيت كيف كنتي حافية ولا حراسك يلي وقفوا بوشنا. جنول أنتي مثل العادة ما بتاخدي كلامي بجدية. ماشي، بعد هلأ ما عاد بدي إياكي تخبريني بشي، وحتى ما عاد أسأل حدا ولا أي سؤال، لأنه كل يلي بتحكولي يا بيخليني ضل بعيدة أو بيخليني أسكت. أنا ما عاد بدي أتصرف وكأني عم صدق أكاذيبكم. من اليوم ورايح ما عاد يضل أي شي من دون حسابي يا عزيزي أصلاً. حرجع ميران وكل الشغلات اللي بتخصني منك يا ستي. يقصر أمورم ده بلا دليل، باش هجومنا رسمي هالا duruyor. يقصر دفترمدك يازن هيك
silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişin hiç bilinmedi. Varsın böyle geçsin yabancı günler, varsın canımı yaksın yine yalnızlık. Seninle doluyken baktığım dünler, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yabancı günler, varsın canımı yaksın yine yalnızlık. Seninle doluyken baktığım dünler, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Yoksun umurumda bile değil, dudağımda adın şiir oluyor. Yoksun ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişi hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Varsın böyle geçsin yalancı günler, varsın canımı alsın yine yalnızlık. Kokunu verirken vazonda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler, varsın canımı alsın yine yalnızlık. Kokunu verirken vazonda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler, varsın canımı alsın yine yalnızlık. Kokunu verirken vazonda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler, varsın canımı alsın yine yalnızlık. Kokunu verirken vazonda günler, yıkar mı sandın beni? Reyhan, صباح الخير. ليش فايقة بكير؟ صباح النور أخي أزاد. ما قدرت نام فقلت بحضر شي. وإنت لوين رايح بهالوقت؟ عالفندق. مثل مو شايف أنت حضرت كتير شغلات. بتحب تأكل قطعة مع كاسة شاي؟ لا لا شكرا، هلأ مالي نفس، المسا بأكل منها لما أرجع. لا شو هالحكي، دوق هي عالقليلة. ماشي. طيبة كتير والله. صحتين. وهنا رح حط لك كم قطعة بتاكلهم بالفندق. لو ماوي هون ما كنت شفتك بالمطبخ، كنت ضليتي عم ترقدي انت وياه بحجم الهموم اللي جواتك، بس اخدوه منك كمان. اخدوه، بس نحن قد ما ركضنا وبأي سرعة اكيد همومنا رح تركض معنا اساسا. انا اسف، ما كان قصدي اني ضايقك، بس سمعت شو اللي صار امبارح. ميران رجع عمل مشاكل كمان. ريان اسمعي، أنا أخي أزاد سكر على هالموضوع. أساساً رايحة لعند أمي،
لبين ما يهدى الوضع. ريان اسمعي، أنا ما بدي اياكي تزعلي بنوب، وبتمنى سعادتك، بس واضح أنه هالسعادة ما رح تجيكي من ميران. حتى لو ما قدرت ساويها لهاليوم، أنا بوعدك من اليوم ورايح رح حاول أحميكي أكتر من روحي، بس رجاء. بعرف، أنا بعرف هذا الشيء. حربك ما عم تخلص، قلبك عم يقلك روحي عن إيبي هو، بس ما عم تقدري تساويها، وهذا الحزن ما بينتهي. يمكن قدرنا ما نجتمع مع يلي منحبهم. ما في شيء اسمه قدر سيء، نحن يلي منخليه سيء بأغلاطنا. معناتها أنا لازم طالعك من قدرنا وحياتنا مشان ما نعيد أغلاطنا القديمة، مو هيك يا ريان؟ ما عاد فيني استنى لحتى تنقلعي. النار والبارود ما فينا نحطهم جنب بعض، اصحك تتركي شغلك يعتمد على الحظ هالمرة. لا تواخذيني، ما رح استنى لحتى تفيقي، لازم كل ام تهتم بولادها منيح، وانا مشان هيك رح اتصل وخبرها. الو زهرة، كيفك يا سلفتي؟ انا منيحة الف الحمد لله. خير صاير شي لحتى عم تدقي بهالوقت؟ والله كنت حابة أقول الأمور تمام والكل بخير، بس للأسف مو هيك حبيبتي. أنا اتصلت فيكي كأم، وأساساً ما بظن إنه حدا رح يتصل فيكي ويخبرك. ليش؟ شو صاير؟ اسمعي زهرة، افتحي آذانك واسمعيني منيح، ريان وميران طلقوا. هلأ بما أنك أم فهتمي فيها. أنا بصعوبة لقدرت أحمي ابني، ما فيني أخسره مرة تانية مشان ريان، فهمتي؟ هاد الوضع، أنت يلي بتقرري شو رح تساوي هلأ. انتو اتطلقتوا ميران؟ راح احكي لك بس بالطريق، ما في عنا وقت نضيعه. انت لازم ترجعي معي على مديات، كنا رح نبني حياة جديدة لحالنا، وحتى كنا رح نجي لعندك مشان نخبرك ونودعك، بس قوصت آزاد غصبا عني، انجبرت اني اوصه مشان يضل عايش. ما اتطلقنا، بس الكل بيعرفوا انه اتطلقنا، عم نمثل عليهم، هن ما تركوا لنا خيار تاني. بتمنى ترجعي زهرة خالي، مو بس مشاني، مشان ريان. ما بصير حنيفة، بعدين صار دورك حتى تحضري الفطور. اصحك تركي هذا الموضوع على شيداء، والله عيب. شو رأيك تشتغلي لك شغلة مفيدة بدل ما تكوني مراسلة بين ريان وميران؟ وحتى بهالشغلة فاشلة، كشفتي يا غبية وأخذوا تليفونك منك. بكفي بقى. أخ ريان فايقة بكير. طيب أنت روحي على غرفتك وارتاحي، وأنا رح حضر لك فطور ملوكي. شكرا أنا فطرت. صحتين وعافية. شو في ريان؟ صاير شي جديد معي؟ ميران اجا لهون امبارح، سألني إذا كنت رايحة مشان بعيد عني، هو بيعتقد إني رح روح لضل بعيدة عني، وأنا قلت له أي من عصبيتي. بسيطة يا أختي، بدل ما تضلك عايشة بهالنار اتصلي فيه وقولي له إنه مو هيك قصدك. كيف بدي اتصل؟ لا أنا ولا أنتي في معنى تليفونات. إيه مزبوط. أنا بعرف من وين رح دبر لك تليفون، استني دقيقة. ميران. نعم ريا. مو أنا مبارح قلت لك إني رح روح؟ بس أنا ماني رايحة لبعيد عنك، رح روح لعند أمي، وبس لما تولد
يولد بخير وسلامة وتتحسن برجع. أنا ما فيني ضل بعيدة عنك، تعرف موي؟ بعرف يا ريان، بعرف. أنا اتصلت لهالسبب. أنت منيح؟ وينك هلا؟ أنا بمكان بعيد، عندي شوية شغل. تمام، مضطرة أسكر فورا قبل ما يشوفني شي حدا. ميرا بحبك كتير. وأنا بحبك كتير. لا تقلق يا ميران، ما رح أسمح لك أنت وريان تنفصلوا عن بعض، أنا رح أنهي كل شيء. زهرة خانم، بكفي أنك تكوني جنب ريان، لأنه نحن مجبورين نستمر بهاللعبة، وإذا ساويتي أي شيء من دون علمنا ممكن يسوء الوضع أكثر. أنت لا تشغل بالك أبدا، أنا رح أنهي هالموضوع من جذوره، ما عاد أسمح لحدا يكون ضحية لألعيب عزيزة أصلا. وأنت وريان أكيد رح تعيشوا مع بعض بأمان وسعادة. محفوظ؟ أنت وين كنت؟ مين أنت؟ ما فهمت. مين أنت؟ بعتقد إجيتي على المكان الغلط. بالعكس تماماً، أنا بعرف منيح وين إجيت، والشي الوحيد يلي ما بعرفه أنك مين بتكون. عم تشتغل لصالح ستي مو هيك؟ مين ستك بقى؟ أنا قصدي عزيزة أصلاً. ما عم بشتغل لصالح ستك أو غيرها. بالله جد؟ يعني مقابلتك لميران كانت صدفة، وانقاذك لأزاد وغيره كله صدفة، مزبوط؟ إذا حكيتي بشكل واضح ممكن أقدر جاوبك، بس أنا ما عم بفهم لوين عم بتحاولي توصلي بتلميحاتك يا خم. تمام، معناتها رح أسألك بكل وضوح، أنت في عندك أي اهتمام تجاه ريان؟ لأنه ميران أصلاً يلي أنا بعرفه ما بيتخانق مع رجال تاني إلا بسبب زوجته أو أمه، بس أمه متوفية من زمان. انت لوين بدك توصلي؟ بس عم حاول افهم شو قصتك. طيب راح اشرح لك. انا وميران تخانقنا بسبب غيرته اللي ما لها داعي، مو بسبب اهتمامي بريان. قدرت اوضح لك ولا لا؟ والله ما بعرف اذا قدرت توضح لي ولا لا. انا ما بعرفك، بس بعرف ميران هي مانا مجرد غيرة بسيطة، اكيد هو حس بشي، فلا تحاول تخبي لانه بيقدر يكشفك. أنا ما عم حاول خبي أي شيء، بس حسب ما فهمت واضح يلي بدك إياه. والله جد؟ شو هو؟ بدك ميران أصلا، مزبوط؟ شو رأيك نحكي بهالموضوع لما تقرر تصير صريح أكتر؟ إذا حبيت إنك تحكي لي فيك تلاقيني بقصر آل أصلان، بس ستي عزيزة خطيرة كتير، فدير بالك. يا أختي، كيف رح تفهمي إنه اللي بتسميه حب هو عبارة عن خيبة أمل جديدة؟ شكراً مليكة. ريان، أنت علمتيني إنه الإنسان بيقدر يكون الداء والدواء بنفس الوقت. بعد ما اتصل ميران وشك تحول لحديقة ورود. انت ليش عم تتدخل بشغلي ونظامي؟ اذا كتير مهتم ليش ما حضرت الفطور بنفسك؟ فهمتيني غلط يا اختي، والله ما كان قصدي شي سيء. شو اللي عم بصير؟ ليش الخناق هاد؟ مفكر حاله المعلم وغير مكان الشوك والمعالق،
وقال شو هاي ما بتنحط على اليسار وهي ما بتنحط على اليمين، انت رح تعلمني هلا؟ يا ربي. صباح الخير. صباح النور مليكة. لو سمحتي ممكن تساوي لي توست؟ ايه تكرم من عيوني، مستعد اساوي لك اللي بدك اياه، بس في هون فطاير، ليش ما عم تاكل وعم نحضر السفره كمان؟ لا يسلموا، ما بدي، تقيلي علي. لك انا بساوي لك توست بعد اذنك. ولو انا ما عم بقدر لاقي ولا غرض بمكانه، غير مكان الشوك والمعالق، وين المربى؟ وين مرطبان المربى تبعي؟ وين مرطبان المربى؟ اختي حنيفة، انا حطيته هون تحت، وبعتقد هالمكان افضل. خير ان شاء الله شيداء بيك، ما صار لك يومين هون وكركبت لي مطبخي فوقاني تحتاني، مو بسمح لك. لا اختي العصبية، طولي بالك، ليش عم تصرخي هيك؟ مكان مرطبان المربى واضح، يعني ما طار برات المطبخ، طلعي هو هون. يا ترى عندك علم انا كم سنة صار لي بهالمطبخ؟ صار لي بهالقصر 35 سنة بالضبط. فدير بالك لانه ما فيك تجي وتخرب نظامي، ما بسمح لك. كل الشوك والمعالق مرتبين بهالمطبخ من 35 سنة، وكل الاغراض اللي هون موجودين من 35 سنة، وحنيفة كمان صار لها 35 سنة. ما بحق لك تغير شي، فهمت؟ حنيفة بكفي عيب يلي عم تساوي، رجاء لا تواخذني، رح حضر لك التوست فورا. لا ما عاد في داعي يا مليكة، انا فكرت والافضل اني افطر مع كل العيلة فوق. عن جد عيب عليكي. ألو، في معلومة مهمة كتير لازم تعرفها. كيف؟ هلأ حنيفة صار لها بالقصر 35 سنة؟ أنت متأكد؟ تمام. معقولة هذا الشيء؟ ستي عزيزة ما بتشبه أي حدا يا محفوظ، ما أنا مجرد مرة بس خلت إختها الوحيدة تشتغل خادمة طول هالسنين، هي بنفس الوقت فرقت حفيدها الحقيقي عن أمه وبيته مشان تاخد انتقامها. على قليلة حنيفة خانوا مساوتها بإرادتها، يعني ضيعت كل هالسنين من حياتها برغبتها، بس أنا ما حدا سألني أو أخذ رأيي بأي شيء، ضليت طول هالسنين بعيد عن أمي وإختي وعايش بحسرة لشوفها طول الوقت، وأنا منحرم من إني شوف أمي أو نام بحضنة دقيقة واحدة بس مشان كره عزيزة أصلاً. يلي بتساوي هالشي بطفله هو حفيدة، كتير عليها إنه تخلي إختها خادمة؟ لهذا السبب أنا إجيت وتقربت كتير من الخانة، لأنه هي اللي رح تحكي لنا اللي ما منعرفه عن ستي عزيزة. لهذا السبب جبتك معي يا محفوظ، ما رح ينتهي شغلنا لما نلاقيها، بالعكس تماما رح يبلش من جديد، رح نقنعها انه ترجع على ميديات، انت رح تكون ايدي برا وهارون ايدي جوا، هدفي مو بس اني حاسبهم عن السنين اللي ضاعت مني، رح حقق العدالة لكل شخص حرقت له روحه ستي. معك حق، انتقام ستك عزيزي مانو متعلق بس بهديك الليلة، في تفاصيل تانية لازم نعرفها بهي الحكاية. هارون عرف معلومة كتير مهمة، حنيفة صار لها بأسر آل شادوغلو مو متل ما أناك مفكر من 29 سنة، هي صار لها هنيك من 35 سنة بالضبط. انت متأكد محفوظ؟ حنيفة خانم اللي قالت هذا الشيء. هزار شاد أوغلو راح العسكرية بـ92، والمشاكل بلشت تصير بينه وبين عمي بعد ما رجع من العسكرية، وإذا حنيفة فاتت على القصر قبل 6 سنين، معناها هزار شاد أوغلو كان عمره شي 14 سنة وقتها، وحتى كان لسه ما بيعرف ديلشاه خانو.
عزيزي أصلاً شو عم بتساوي؟ إذا مو هدفك هزار فمين وليش؟ الخانم ما بتعرف بهالموضوع، لأنه لو بتعرف لكانت خبرتني. الخانم بس حكت لنا عن هديك الليلة، إنه هزار بريء ومستحيل يكون هو اللي قتل عمي. طب شو صار قبل؟ ما حدا بيعرف هالشي غير ستي وحنيفة، مزبوط؟ وطالما حنيفة خانم ما خبرتنا بهالشي، معناها ما قررت لصالح مين بدها تشتغل ولمين رح تكون مخلصة. لوين رايح؟ على قصر شاد أوغلو، لازم قابل حنيفة. اتصل بهارون خليه يظبط اللقاء فورا. استني شوي أنا بساعدك. تفضل. شكرا. أنت استناني هون، أنا رح أجيب ريان وإجي فورا، تمام؟ زهرة خانو، مثل ما قلت لك، تعرفي أنا جبتك لهون مشان ما يقدروا يبعدوا ريان عني، وبلكي بتنقذيها من الوحدة اللي عم تعيشها بهالقصر. المهم تكوني جنبها، لا تساوي شي تاني رجاء. ميران، في شغلات أنت ما بتعرفها. ريان، هي غريبة، مو بنت عمي الحقيقي. أنا بعرف كل شي بس ما بقدر أحكي لك. شو يلي ما بعرفه؟ ميران هو ابن هزار ودلشا. أنت بس أعطيني شوية وقت ورح أرجع فورا، استناني هون. زهرة خان، صحتين وهنا. شربت قهوتك؟ لا، هلا بطلبها. ريان تعالي. بعد شوي رح نروح لعند امك يا بنتي، جهزوا حالكم. رح تنتهي، رح تنتهي كل أوجاعنا ومعاناتنا، رح تنتهي وأنا وعائلتي رح نعيش بسعادة. ما رح خلي بنتي تولد بنص هالجحيم. رح خبر الكل إنه ميران من عائلة شاد أوغلو، ورح أنهي هالانتقام وهالحرب من جذورها. رح ينتهي كل شيء، حتى لو كان أبي. أنا ما فيني أتحمل عيش أبدا بالحياة اللي هو اختر لي إياها. أختي أنت زعلانة وعم تبكي لأنه رح نروح لعند أمي؟ لا حبيبتي، معقول هالحكي؟ بالعكس أنا اشتقت لها كتير. معناتها عم تبكي لأنك رح تبعدي عن ميران، مزبوط؟ يلا أنت روحي وضبي ألعابك، هلأ بجي لعندك، تمام؟ أميرتي. بابا، انتو ليش عم تزعلوا ورا اختي؟ حبيبتي؟ ليش؟ بلكي اذا راحت من هون ابوها الثاني يعرف انه انت جبرتها بنروحوا لهنيك. فهموني، انتو ليش ما بتحبوها لاختي؟ لما وصل لعند امي انا رح اخبرها انه زعلتوها كتير. لا يا بنتي. مرتاحي زهرة؟ أمي؟ شو عم تصير؟ استغفر الله. أمي، أمي، أنا اشتقت
قلت لك كتير منيح انك اجيتي. لا تبكي يا روحي، انا اجيت لعندك وما عاد اترككم ابدا. امي حبيبتي زهرة لا تقرب. انت هيك اهتميت ببنتي ريان وانا غايبة يا هزار؟ بانك تضل ساكت وما تحاول تمد لها ايدك مشان تساعدها وهي عم تنهان؟ شو اللي عم تقولي؟ في شغلات ما بتعرفيها كنت رح احكي لك. ايه رح تحكي لي، رح تحكي لي صحيح، رح تخبرني شو يلي صار وكيف تدمرت بنتي وضليت ساكت. انا ما عم بفهم انتو ليش ما عم تخلوا بنتي تكون مبسوطة بحياتها؟ كيف بتخبوا عني انه ريان اتطلقت من ميران وما حدا بيخبرني؟ بنتنا اتطلقت بس انت ضليت ساكت، وانا ما خطر على بالك تخبرني بهالشي؟ لو انه هاندان ما اتصلت فيني مبارح وخبرتني انه بنتي اتطلقت ما كنت رح اعرف شو اللي عم بيصير بهذا القصر. كنتوا بتعتقدوا انه ما رح اجي وحاسبكن؟ زهرة ريان مو مقطوعة من شجرة، في عندها ام وبتحميها بروحها، فهموا هالشي. هاندان شو ساويتي؟ شو ساويت؟ اتصلت فيها وقلت لها انه بنتها اتطلقت. كل همي مصلحة ابني، ما عندي مشكلة معه ولا حتى بتهمني مشاكل تانية. خليتوني اخسر ابني مرة وانا ما رح اسمح اخسره مرة تانية. انت منتبهة على اللي عم تقوليه يا امي؟ مشان الله شيلي هالقصص القديمة من راسك بقى، لانه انا شلتها. ريان بالنسبة لي مجرد بنت عمي وما رح تكون علاقتنا اكثر من هيك. لكن الناس في حالهم. بكفي يا هاندان، انا ما اجيت لهون لاسمع هالكلام الفاضي. انا اجيت بس لورجيكن انه مستحيل اقبل ضحي ببنتي. حذرتكن اكتر من مرة، قلتلكن لا تقربوا من بنتي ولا تتدخلوا بحياتها. كل مرة بدير ظهري وبروح انتو فورا بتتفقوا بتحاولوا تحرقوا لروحها. بحرق هالقصر بالمقابل. اصحك يا اما بحرقكن وبحرق حالي. اصحك تساوي شي، خلي بدكن اخذ بناتي وروح من هون؟ شو بدكن يعني ساوي؟ شو يلي عم تقولي يا زهرة؟ بالبداية انت يا نصوح آغا لازم تضل بعيد عن بناتي وما تقرب منهم شو ما كان السبب. وشلون رح يصير هالشي؟ اذا كانوا بناتك فهنن حفيداتي، مين بيمنعني اقرب منهم؟ زهرة انا بترجاكي اهدي. لا تحكي ولا تقرب مني. شبكي مرت عمي؟ طولي بالك شوي، عمي معه حق، خلينا نحكي. أزاد لا تتدخل لو سمحت، انا ما بدي اكسر لك قلبك كمان. الأمور طلعت عن السيطرة من زمان، ومن اليوم ورايح ما رح يكون الوضع مثل ما كان عليه. انتو استنوني هون. قول تعال. شو صار؟ انت زعلانة مني؟ زهرة انت ليش معصبة لهالدرجة؟ بترجاكي ايدي وخلينا نحكي. لا تلحقوني. تمام، ما في شي حبيبتي، لا تزعلي، لا تبكي، عادي عادي. أنا ماني زعلانة منك حبيبتي. هلا جيبي لي لعبتك شي تلمبيك، ماشي؟ ما فيني. زهرة افتحي الباب. قول يلا بسرعة جيبي لي لعبتك شي تلمبيك. وين بنتي؟ أنا نسيت بيت ستي. شكراً، أنا قصدي بيت ستي لميران. يا ربي دخيلك حفظ لي عقلي، شو اللي عم يصير هون؟ شو اللي بدي يساوي هلا؟ يا ربي شلون بدي اثبت لهم اللي بعرفه؟ شو بدي يساوي هلا؟ ساعدني يا رب. تمام تمام زهرة، قول. مشان الله افتحي الباب، لا تخوفين عليك. انا مضطرة اروح هلا، بس رح ارجع. تمام، استنيني مع اختك لارجع، ماشي؟ امي على القليل احكي معي. انا وقفي، افتحي الباب. امي يلا افتحي الباب، انا كتير خايفة عليكي. لا تخافي لا تخافي ريان، طالما انا موجوده ما رح تتاذي. انت ضلي جنب اختك لبين ما ارجع، ما رح اتاخر، رح ارجع. زهرة مشان الله فهميني شو اللي عم يصير معك، اهدي شوي وخلينا نعرف نحكي كلمتين.
عرفتي لا تساوي هيك بعدين بتتأذي انت ويلي ببطنك. لا خلصي هندان. زهرة فهميني شو الموضوع، انت ليش معصبة كل هالقد وما بدك تسمعيني؟ روح استني شوي وخلينا نعرف نتفاهم. اذا ما بدك الامور تسوق اكثر من هيك فلا تقرب مني زهرة. انا ما عاد فيني استنى اكثر من هيك وما عاد اقدر اتحمل شوف بنتي وهي عم تتعرض للظلم وضلت ساكتة وما اتصرف. انتوا استنوني هون، اذا ما سويت اللي قلته ساعتها ما عاد خليك تشوفوش بناتك بحياتك. امي عزار انت تركها، لا سمح الله هي حامل بخاف يصيبها شيء، انا بلحقها. بابا بابا بنتي. لا اعصب على امي بترجاك بابا. لا 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 تخافي، ما راح اعصب عليها بس راح ارجعها على البيت. انا خايفه كثير. لا تخافي يا روحي انا راح اجيبها وارجع ما بتاخر ابدا. هزار بيك قول بنتي حبيبتي انا بترجاكي لا تساوي هيك مشان الله ارجعي لوعيك بنتي. بحكي لك يا ربي احفظها سطحها هالبولونيا بسرعه بنتي. يلا فتحي عيونك بسرعه حطيني مي على ايدي رح تكون منيحه لا تخاف. قول يلا فتحي عيونك يلا بنتي خليها تشم شوي عيونك. يلا استنى استنى شوي بترجاكي فيي يا بنتي. هيا هيا وبترجع لوعيك قومي يلا بنتي. يا ربي قول ما عمد فيه. عمي طول بالك شوي خلوها تتنفس منيح. أميرتي الحلوة لا لا تروح يا بابا ما رح أروح أنا هون. لا تخافي ما رح أتركك لحالك بنتي أنا هون يا عمري. يلا بعد زهرة اهدي شوي. حاجتها ريان معاناة بسببكن. أنا ما عاد اسمح لكم أنه تأذوها لبنتي بعد هلأ. ما رح تمنعوها من أنه تكون مع حبيبة وزوجة ميران. وهلأ بعد من قدامي أنا بدي روح مشان إنهي كل شي بعد. أنتي عم تفكري ببنتك مو هيك؟ مو هيك؟ وأنا عم فكر بيروح ابني كمان. ميران وريان ما رح يجتمعوا أبدا، ما حيجمعنا أي رابط مع عائلة أصلا نهائيا. ليش؟ بترجاك أعطيني سبب واحد بس يكون مقنع، بس لا تقلي إنه سبب الانتقام. لأنه ابن عزيزي أصلاً هزار يلي قتله. سمعتي شو حكيت؟ سمعتي؟ محمد أصلاً هزار يلي قتله. انت عم تكذب مو هيك؟ اللي عم تقوله مو صحيح. انا بعرف منيح قديشك انسان سيء مستعد تفتري حتى على ابنك مشان تمنع الشي اللي انا رح ساويه. ما عم اكذب هزار، ما عم يتذكر شو صار يومها. ظنيت انه ميران تخلى عن انتقامه فوافقت، بعدين عرفت انه ما تخلى عن شي لساته راكد ورا انتقامه. اذا ميران عرف هي الحقيقة من حدا تعرفي شو راح يصير؟ فكرتي بالموضوع؟ لا زوجي هزار ما نقاتي بابا كذب. تعالي يا ريان. شو عم يصير هني؟ كذب، مستحيل تكون هاي الحقيقة، ماني مصدقة. طلعي زهرة، هاي الحقيقة. هزار ما عم يتذكر إنه قوص محمد، بس إذا بتذكر هالشي ما بيتحمل تأنيب الضمير وبيروح ليعترف. أنت فكرتي شو يلي ممكن يصير وقتها؟ أنت عم تكذب. الظاهر لسه ما عرفته لابنك هزار، بس أنا بعرفه كتير منيح وبعرف شو في جوات قلبه كمان. مستحيل يفكر يقتل حتى نملة، هو بيحاول يخلي الكل يعيشه، ما بيسمح لحدا إنه يتأذى. فهميني أنا عم قول يلي صار هي هي الحقيقة. لك بس مشان تجمع ميران وريان
عندك استعداد تتخلي عن ابو بناتك ها؟ ايه. طيب لما يجتمعوا ريان وميران بتعتقدي انه هالانتقام رح ينتهي؟ رح ينتهي، وانا اللي رح انهي هذا الانتقام باني اجمع هزار مع اولاده. يا نصوح اغا، بتشوف كيف رح اجمع هزار بكل اولاده، لانه ميران بيكون ابنه لهزار ابنه. شو؟ شو يلي عم بتقولي يا زهرة؟ عادي هون. ريان؟ مستحيل بابا يكون قاتل. بابا ما بيقدر يأذي حدا. لا تمام، حاولي تهدي شوي. بابا ما بيقتل، بابا ما بيقتل. بس كيف بابا قتل أبو لميران؟ ريان يلا رجعي لوعيك. انت عم تسمعيني؟ أبوكي مانو قاتل تمام؟ مستحيل هالشي. بعرف بابا مستحيل يكون قاتل. بابا بريء وما بيقدر يأذي حتى نملة. لا ما رح تجيب سيرة لحدا، ما رح تقول ولا كلمة، وهالموضوع بضل بيناتنا. ماشي بودك، ما رح جيب سيرة لحدا عن هذا الموضوع. هالسر رح يبقى بيناتنا اثنيناتنا وبس.